من اليابان مع بيتنا ونلعب بيه، شنو غرض بينا الناس؟ احنا احرار يعني، هذا ليس احتلال، بالعكس هذا تخليص شعب كامل من هؤلاء القتلة والمجرمين. يعني ايوم احسن ان يبقى ابن صبحة يحكم العراق؟ انا اتحدث معكم بهذه اللهجة لان عندي موقف من محافظتكم. للأسف الشديد ما سمعت عراقيا واحدا يقول أنتم مع الشعب العراقي، أنتم مع الدكتاتورية ضد الشعب العراقي. ليس فقط هذه المحطة، لا، وإنما كل ما يحصل الآن في إيران، وهذا أمر غريب وعجيب جدا يعني ومؤسف ومقرف. تجيبوا لي بالمحطات الفضائية زعاطيط أطفال يفتون بحرمة تحرير العراق ويتفلسفون ويتحدثون بتفاهات ما إلها معنى، وعلماء يدعون يصدرون فتاوى بأنهم ضد الحرب. أي حرب هاي؟ هي حرب هاي ولا عملية القضاء على قتلة ومجرمين وسفلة محطين فلقيا دمروا البلد؟ الأستاذ علي، نحن هاي النهزلة يوميا تستقبلون وين ماكو عميل وتفتحون الخطوط للعملاء وللا. انتم ايران 8 سنوات صدام هزم وجودكم وقصف بلدكم الأستاذ والمدفعية، يعني مو كافي هاي 8 سنوات؟ الأستاذ شيخ علي، بعد 8 سنوات حرب معكم؟ شنو من قلة انتم؟ الأستاذ فاق الشيخ علي، القناة تستضيف من كل أطراف وهي تراعي الحياد، وأنت اليوم ضيف على هذه القناة ومفتوح لك الميكروفون للتحدث إلى المشاهدين. ولكن أريد أن أقول أن ما تريد أن تقوله أنه تحرير كيف يتناغم ويتناسب مع تصريحات رامسفيلد الصريحة جدا والشفافة بأن هناك حكومة عسكرية أمريكية. يعني نحن نقول ان هذه الحرب مسيطرة، هذا هذه الصفة تتناسب مع هذه التصريحات. كيف اول ما يتحرر العراق ان افضل لنا للشعب العراقي ان تاتي جهات هي تدير البلد من قبل امريكا وبريطانيا ودول التحالف، بدل ما يحصل اقتتال فيما بيننا نحن كعراقيين، كل واحد يريد يصير رئيس دولة براسي. هذا يقول انا مرشح لان اكون رئيس دولة، وذاك يقول انا اللي ارأس الحكومة، وهذا الذي يقول انا جاهزت وقدمت التضحيات والدماء، وذاك الذي يقول هذه الدولة هي التي تقف خلفي وورائي وتدعمني وعندي قوات، وذاك الذي يقول وسنبقى نقضي 20 سنة في مثل هذه المتاهات. لا، امريكا تأتي في البداية لحين تستتب الاوضاع في داخل البلد افضل واشرف واطهر للشعب العراقي وللعراقيين حتى تستتب كل الأمور، ثم بعد ذلك نحن من يجد في نفسه الكفاءة على قيادة العراق ويعرف بأنه هذا يرشح شأنه وشأن الآخرين أمام صناديق الاقتراع، والشعب العراقي هو الذي يقرر فيما بعد من الذي ينتخب ومن الذي يستحق أن يكون رئيسا أو رئيس حكومة أو يكون وزيرا أو يكون عضوا في البرلمان. نرجو أن تقرأ هذه الفرصة للشعب العراقي، الأمر الأوضاع صعبة الآن بالبلد.